بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد ربح من الإنترنت. إن شاء الله الدرس ديال اليوم يكون تتمة الحلقة السابقة. الحلقة السابقة شرحت فيها بالنسبة للناس اللي باغيين يستثمروا، وبالنسبة الخاصة للمبتدئين، وهذه الحلقة حتى هي خاصة بالنسبة للمبتدئين. الحلقة السابقة شرحنا بالنسبة للناس اللي باغيين يبداو في التداول، شنو الخطوات التي يجب اتباعها باش يبدا التداول في منصات البولونيكس. منها اول حاجه يشتري البيتكوين، ثاني حاجه اول حاجه يكري يدير واليت، ثاني حاجه يشتري البيتكوين، ثالث حاجه يرسلها للمنصه ويبدا التداول. يبدا التداول بها، عطينا بعض الاساسيات ديال التداول. بالنسبه للناس اللي كيف ما قلت، الناس اللي باغيين يبداو من الصفر، خاصهم دي سيت ولا مواقع للربح المجانية باش يقدروا يربحوا البيتكوين، يربحوا بعض كمية من البيتكوين اللي يقدروا يبداو التداول فيها. كنعاود نركز بأن الطريقة الأولى هي أحسن بكثير من الطريقة الثانية، يعني الاستثمار مباشرة أحسن من العمل في هذه المواقع. ولكن بالنسبة للناس اللي مضطرة أنها تخدم بهذه المواقع، أنا أعطيكم دابا إن ليست واحد لا ليست ديال المواقع الصادقة اللي تقدروا تخدموا بها وتقدروا تربحوا بها بعض الدولارات ولا بعض كمية قليلة من البيتكوين اللي تقدروا تبداوا الاستثمار بها إن شاء الله في البولونيكس. وكنخص بالذكر الناس المبتدئين، يعني هذه لا فيديو غتكون ديدي ولا فيديو السابقة مخصصة للناس المبتدئين في مجال ديال ربح البيتكوين. أول سيت هو معروف جدا. أول حاجة بعدا خاصك تكري إن واليت، يعني تكري واحد الواليت، يعني محفظة. غادي تلقى في لا ديسكريبسيون اسماء ديال المحافظ، راه ديجا ذكرتهم في لا فيديو اللي فاتت، يعني في لا فيديو اللي فاتت غتعرف اسماء ديال المحافظ اللي كاينين، وكل محفظه عندها خاصيه ديالها. اول سيت اللي هو معروف جدا واشهرهم واقدمهم تقريبا هو الفري بيتكوين. هذا السيت كتمن ابخي انسكريبسيون، غتلقاو جميع المواقع في ديسكريبسيون. اول حاجه غادي تمشي للفري بيتكوين، ثاني حاجه غادي هنا لتحت غادي دير رقعة القارول، يعني غادي دير الكابتشا وغادي دير رود، وغيعطيك واحد الرقم، وهداك الرقم على حساب الرقم غادي تربح الكمية ديال البيتكوين. يعني تقدر تربح 0.00، يعني 82 ساتوشي ولا 822 ساتوشي، 8200، المهم رقم من هاد الأرقام على حساب رقم الحظ اللي غيكون عندك هنايا. هذا فري بيتكوين. وكاين الموقع اللي بحالو الشبيه ديالو هو فري دوك كوين. فري دوك كوين نفس الطريقة بالنسبة لفري دوك كوين. فري دوك كوين غتربح الدوك كوين، ومن بعد غادي تحولها كيف ما بغيتي لأي، سواء تخليها دوك كوين وتداول تتداول تخليها حتى تكبر حتى الثمن ديالها يرتفع، ولا تحولها من دوك كوين لأي عملة انت باغيها. تسمى فري دوغ كوين. هذا الموقع الثاني. لا كونيكسيون ثقيله معاك، نسجل لا فيديو او ميم طون كنحط واحد الاخر في يوتيوب. بالنسبه كيما شفتوا دابا 40 دوغ كوين، والاقل مبلغ للسحب هو 100 دوغ كوين، والسحب كيكون تقريبا اني ثلث ساعه كيوصلك السحب. بالنسبه لريفيرال كيف ما كتشوفوا، هاد لي دو سيت لي وريتكم دابا تقريبا كي محتاجين لي ريفيرال بزاف، كيما شفتو 73 ريفيرال عطاو تقريبا 1642 و 1462 دوك كوين. كل دوك كوين تساوي 120 ساتوشي، يعني تقريبا 160 الف ساتوشي. هذا غير بالنسبه لا كوميسيون ديال لي ريفيرال، مع بلوس للخدمة ديالك. الطريقة ديال الخدمة كتمشي لفري دوك كوين،
هذا تقريبا راه الناس القدام عارفينه، كتجي هنايا كدير الكابتشا وكدير الروب، هذا من جهة. ان اوتر سيت الثالث هو مثلا كوان بيل. كوان بيل تقريبا هذا بي تي سي، يعني الضغط على الاعلانات، انك تضغط على الاعلانات تشوف الاعلانات، وهذوك الاعلانات كتخلص عليهم وتاخذ المقابل ديالهم، واحد القدر من الساتوشي ولا البيتكوين كيف ما شفتوا هنايا. تقريبا بالنسبه للريفيرال اللي 26 اللي اكتيف، تقريبا هاد الويدراو يعني سحبت منه تقريبا ما يقارب 253 الف ساتوشي. والطريقه ديال الخدمه ديالو كتمشي للفيو ادي اس، جميع هاد المواقع اللي غادي نشرحهم لكم دابا صادقة، ولحد الآن تدفع بدون أي مشاكل. وهنا غتلقاو هاد المواقع كلها مشروحة في القناة، غير رجعوا في الفيديو اللي قبل غتلقاو الشرح بالتفصيل الممل على كل فيديو من هاد، على كل موقع من هاد المواقع. كتمشي هنا باغ اكزومبل كتكليكي على هنا، كتعمر الكابشا، تدير الكابشا وكدير فيو ادفيرتايزمنت وصافي، كتسنى المدة الزمنية اللي 10 سكون، وكتربح مثلا 0.23 ساتوشي اللي كتزاد، بلوس عندك تقريبا 80% ديال لي ريفيرال، لا كوميسيون ديال لي ريفيرال. هذا الموقع الثالث. الموقع الرابع هو بيست تشانج. هاد بيست تشانج فيها جوج يعني تقدر تربح فيه عند جوج طرق ديال الربح. الطريقه الاولى هي عنده واحد الفوسيت داخل ديال السيت، يعني داخل ديال السيت كاين واحد الفوسيت. والطريقه الثانيه هو انك نشر رابط ديالك، الرابط ديالك كتنشره في المنتديات، كتنشره في المنتديات، وفي فيما كيتسجل شي واحد كتزادك باغ اكزومبل عن كل تسجيل 0.04 دولار، يعني كل 25 واحد تسجل من الرابط ديالك كتربح فيه 1 دولار. عاده باش كاين النوعيه ديال الاحاله، كاين الاحاله نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3، يعني الى درتي انت عندك واحد المحال ولا تسجل شي واحد عن طريق الرابط ديالك يكون في المستوى الاول، الى تسجل شي واحد من الرابط ديال هذاك السيد اللي تسجل من عندك انت كيكون في المستوى الثاني وكيقدر هو تربح عليه. هذا من جهة. ندخلو هنايا ونوريكم بعض المعلومات على هذا لو سيت اللي هو بيست تشانج، هو الموقع الرابع. تقريبا جميع هذه المواقع مشروحة في القناة، اذا شفتوا رجعتوا للفيديو باش اللي عنده شي اشكال في شي موقع يلقاه في القناة إن شاء الله. لكن هاد المشكل عندهم كيقول لك ضروري تعاود تاني. هذا بالنسبة للناس اللي باغا تخدم مجانا وما باغاش تستثمر. وهاد المواقع كلها تقريبا تخدم بمبدأ الاحالات، يعني الناس اللي عندهم انشان في يوتيوب واللي اكتيف في لي ريزو سوسيو، يعني كيخدموا بهم مزيان، ما عندهم حتى شي اشكال، يعني يكون عندهم لي ريفيرال وغادي يوصلوا للحد الادنى للسحب في وقت وجيز جدا. دابا على الله تخدم بلوجين، فوالا كيف ما شفتوا هنايا تقريبا توتال ويدراول توتال انكام تقريبا 6.28 دولار، 28 توتال بي 6.26، الوغ كو هذا غير درت لا فيديو ديالو حطيتو في القناة، و بداو كيجيو لي زانسكريبسيون، يعني ما درتش ليه الاشهار ولا ما درتش الاشهار كما يجي في القنوات ولا في فيسبوك اتسيتيرا وفي المواقع الاجتماعية الاخرى. هذا من جهة، يعني فاش كتسجل
كتسجل كتمشي لافيليت بروغرام وكتسجل تدير روجيستر. فاش كدير روجيستر كيعطيك هاد الصفحة هاد المعلومات في الايميل ديالك فاش كدير افيليت بروغرام. هاد لو ليان هاد هو لو ليان اللي خصك تبارطاجي تعطي الناس يتقيدوا بيه. تاني حاجة هنايا كاينة انفو سيت، يعني الا شديتي مثلا لادريس بيتكوين ديالك هنايا مثلا هنا كدير كوبي كتمشي هنا مثلا دير كليك تو فيريفاي. واخا انا ما كنديرهاش بزاف هاد الفوسيت ما كنت مشكل بزاف. كدير الكابشا اكره هاد الكابشا هنايا ما كنحملهاش ولكن هاد اللي ندير فاليدي. المهم الكونيكسيون ثقيله كدير الكابشا وكدير كليم فري بيتكوين كتربح بعض الساتوشيات. وفاش كتوصل للحد الادنى للسحب اللي هو 10000 ساتوشي كتترسل لك اوتوماتيكيا المحفظه ديالك. وهذا السيستم صادق جدا سحبت منه 6.94 دولار. المواقع الاخرى نشوفوا موقع اخر، هذا الموقع الخامس نشوفوا بي تي سي كليك. بي تي سي كليك حتى هو نفس بحالو بحال كوانبيل، موقع اللي ربح البيتكوين عن طريق الاعلانات. كتمشي للسيرف فاش كتسجل فيه كتمشي للسيرف وكتبقى تضغط على الاعلانات كامله تقريبا كيعطيك واحد العدد ديال الاعلانات. انا اليوم ما ضغطتش على الاعلانات شحال هادي ما خدمت في هذا لو سيت سميتو بي تي سي كليك. راه غادي تلقاو جميع الروابط ان شاء الله في الديسكريبشن. موقع اخر اللي نقدروا نشوفوه better.io هو نفس القضيه نفس لو برانسيب ديال بي تي سي كليك. الحد الادنى للسحب هو 10000 ساتوشي. هنا عندي مثلا 8200 كتكليكي على الاشهار هنايا مثلا تكليكي على الاشهار هادشي تكليكي على الاشهار مثلا كتسنى حتى لو كونت غوبو يسالي كدير لو كود كابشا و ساباس تدوز تاخد 35 ساتوشي مثلا. هنا كيعطيك بعض المرات 35 بعض المرات 100 ساتوشي بعض المرات 300 ساتوشي. بيتشر بوان يو غتلقاو الرابط ديالو تا هو في لا ديسكريبسيون. مثلا هنا كدير 958 دير 958 تي فاليد فاليدي تدوز فوالا دازت وكدوز لك هنايا وتتشوف مثلا الموقع الرابط الاخر. الموقع الاخر اللي غادي نشوفو هو ادي بي تي سي ادي بي تي سي كونتوك ادي بي تي سي كونتوك كتمشي اوتوغايز الله خلينا الكابشن ندوزو كتمشي هنا كيعطيك هاد الانترفاس نمشيو هنايا تقريبا عندنا 105 ساتوشي بالنسبة لهاد الإعلان. تدير سويفون سويفون تسنى حتى هاد لو كونت اغوبور كيتسالي وكتاخد 100 تاخد 105 ساتوشي ولا على حساب لي سيت تقدر تكون 105 110 50 14 على حساب الاعلان. هذا من جهة. بالنسبة لهاد لو سيت تقريبا الحد الادنى للسحب هو 15000 ساتوشي وتقريبا سحبت منه 128000 و239 ساتوشي. يعني ليش المجموع ديال هاد المواقع خاص شوية الخدمة وبلي ريفيرال كتقدر تكون واحد المبلغ صغير اللي تقدر تداول به في منصة البورونيكس. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو
ان شاء الله غادي اللي باغي المزيد من هذه المواقع يحط لي ان كومونتير غادي نرسلهم لي ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتكم الجديدة ربح من الانترنت.